بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيحمد للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا الصنيع المبارك في إطلاق مثل هذه الكلمات التوجيهية التي تستهدف منسوبيها الكرام في تأكيد وتعزيز لمعنى متفق عليه شرعا وهو مقرر أيضا نظاما، مسألة الرقابة الذاتية والقيام بالأمانة وتحمل المسؤولية وإبراء الذمة وأداء التبعة على الوجه الأكمل كما يحبه الله ويرضاه. هذه الكلمة في الدقائق التالية تحمل جزءا من الحديث النبوي فإنه يراك، وكلكم يعلم أنها جزء من مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين كل من الإسلام والإيمان والإحسان، فإنه كما صح في الحديث أقبل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وشرع يسأل عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ثم الإيمان ثم الإحسان. فلما سأله عن الإحسان قال له عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هنا جاءت الجملة فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى درجات الإيمان والدين يصل إليها العباد بتحقيقهم لهذا المعنى الكبير. والإحسان يتضمن معنيين كما يقول ابن القيم رحمه الله، أحدهما الشعور بمشاهدة الحق سبحانه وتعالى وهي أكمل المرتبتين، وثانيهما استشعار العبد مراقبة الله عز وجل له. وكلا الأمرين يحقق في العبد المسلم معنى عظيما ومرتبة سامية شريفة، أن يعيش حياته كلها قائمة على مبدأ اطلاع الله عليه ومراقبته له. هذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله أصل عظيم من أصول الدين، لأن هذه القضية كما يقول وهي قاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم. يا أحبة، جاءت المرأة التي تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة تشكي زوجها أوس بن الصامت أنه ظاهر منها، وهي تقول كما في سنن ابن ماجه: يا رسول الله، أكل بطني ونثرت له حجري حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. تقول عائشة رضي الله عنها: إني لأسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، فتبارك الذي وسع سمعه كل شيء. في سورة المجادلة لما نزل الحكم لبيان مسألة الظهار وحكم الشريعة فيه والكفار، جاء السياق في السورة كما تحفظون: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هل في الآية الأولى في السورة تناول للظهار وحكمه وكفارته؟ الجواب لا، كان هذا تمهيداً للآية التي تليها وهي تناولت الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم جاءت الكفارة في الآية الثالثة. والسؤال الآن، هذه المرأة المجادلة جاءت تحمل هما، ولهذا جاءت تشتكي كما وصف القرآن شكواها من زوجها الذي قضت عمرها معه، ثم هو اليوم يظاهر منها ويحرمها على نفسه قائلا لها أنت علي كظهر أمي. أصابها الهم واحتواها الغم، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو تستفتي تبحث عن المخرج. لما نزل الوحي يا كرام، ما نزل ببيان الحكم وهو المنتظر ولا بإتيانها بالجواب وهي السائلة التي تستفتي، لكن الآية صدرت بأمر أعظم كان تمهيداً للحكم الذي جاءت به الوحي. قد سمع الله، لو كنت عبد الله مكان خولة في حجرة عائشة رضي الله عنها وأنت قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قد أحاط بك ومشكلة نزلت بساحتك وجئت تطلب حكم الله ورأيت الوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، صدقني ما كنت لتنتظر إلا الجواب والحكم، لكن أن يقرأ سمعك قبل الجواب عن حكم مسألتك أن يقرأ سمعك هذا النص، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، للمرة الثانية في نفس الآية، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بالله عليك، ما الذي يلقى في قلبك لو كنت مكان خولة والهم قد أحاط بك وأنت تنتظر الجواب وأقبل الوحي وأنت تنتظر أن تسمع، فإذا به يقرع سمعك أن الله سمع ويسمع وهو سميع بصير. والله ليس شيء أعظم في أثر هذه الآية من تأسيس هذه القضية، أن يعلم عبد الله أن الله قد علم وسمع ويعلم ما الذي حل بك. ثم يأتي الحكم، تمهيد النفوس المسلمة لمعرفتها بالله مدخل مهم حتى تمتثل حكم الله، أو لنقل بطريقة أخرى، لن تقوى النفوس المؤمنة على تمام الامتثال حتى تعظم الله في قلبها وتعلم من هو الله. والله عرفنا سبحانه وتعالى بنفسه، سبحانه وتعالى عرفنا عن نفسه بنفسه. هذه الآية دلالة على تأصيل هذا المعنى الشرعي الكبير، وهو مراقبة الله والعلم بأن الله معك في كل لحظة وأن الله يسمع ويبصر. ثلاث مرات في آية واحدة في سياق جملة واحدة يتأكد معنى السمع لله، قد سمع الله والله يسمع إن الله سميع، ويضاف في الثالثة بصير لتمام استشعار هذا المعنى في إحاطة الله وعلمه الواسع جل جلاله. والله يا كرام، إنها لمسألة عظيمة يراد تأصيلها في القلوب المسلمة، وهي تعظيم الله وعلمه سبحانه بأنه مطلع بعباده، سميع بصير قريب محيط. هذا المعنى كلما تأكد في النفوس أعظم كان أثره في القلوب المسلمة أعظم، وكانت الاستجابة لأمر الله والاستقامة على شريعته أتم وأكمل. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة خولة، تقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وفي لفظ الصحيحين تقول ما كنت أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادله. عائشة معها في طرف الحجرة وليس بينها وبينها إلا ستار، فتسمع بعض كلامها ويخفى عليها بعضه، والله من فوق سبع سماوات يقول قد سمع الله. كان هذا أمر خولة، فما هو أمري وأمرك عبد الله؟ صحيح، كيف نحن في استشعارنا لهذا المعنى؟ كان درسا عظيما عاشته خولة رضي الله عنها، ونزل الوحي ليس لخولة فقط بل لي ولك ولكل مسلم، أن تعلم أن الله معك ويسمع ويبصر. في سورة العلق، ألم يعلم بأن الله يرى
وفي سورة هود: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. في سورة النمل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وفي سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وفي سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تتجامع نصوص القرآن والسنة لتأكيد هذا المعنى العظيم، أن الله عليم بك، يراك ويسمعك حيثما كنت أينما كنت وفي كل وقت وزمان ومكان. هذه الآيات التي نقرأها كثيراً ونسمعها كثيراً ونرددها كثيراً، هل استقر معناها في قلوبنا تماماً كما يريد الله سبحانه؟ ما المطلوب يا كرام؟ المطلوب أن نعيش هذا المعنى استشعاراً في كل قضية من قضايا الحياة. وحديثنا في هذا المجلس وإن كان متوجهاً لمسألة الأمانات الوظيفية والائتمان في الأعمال والقيام بالمهام، فإنها أصل كبير. يعني هل ينتظر أحدنا في الائتمان على ما أؤتمن عليه من عمل ووظيفة من ناحية الوقت ومن ناحية الجهد وإتمام العمل وأداء المطلوب، هل استشعر مراقبة الله قبل استشعاره لعين الرقيب وإدارة المتابعة ومديره المباشر ومسؤوله الذي يتكفل بكتابة مستوى عمله وأدائه؟ صدقا والله يا كرام، ما جعل البشر في أداء الأعمال في التنظيمات والمؤسسات والوزارات، ما وضعوا هذه الإجراءات لضمان العمل والمتابعة والانتظام والحضور والغياب ونحوها إلا من أجل ضمان مستوى أفضل وأداء أحسن والقيام بخير جهد على أتم وجه وبأقل تكلفة وجهد ووقت وزمان. لكن الشريعة قررت هذا قبل أن تنظمها شؤون البشر وحياة بني آدم. جاء الإسلام: ولو كنت تعيش في فلات وصحراء، ولو عشت في فضاء وفي أي مكان، يبقى مراقبة الله أصلاً يصحبك، فإذا بك تؤدي عبادة الله كأنك تراه. فإذا صليت صدقاً، ما الذي ستصنعه في صلاتك لو كانت إحدى العدسات وكاميرات التصوير في المسجد الحرام وفي غيره متجهة إليك وأنت في الصف واقف؟ مهما كنت بحاجة إلى حركة لتعديل ثوب أو تهيئة شخصك وذاتك، فإنك تحاول قدر المستطاع أن تجاهد نفسك في أن يكون مقامك وهيئتك ومنظرك وصورتك على أحسن ما يكون. أفتكون الكاميرات والعدسات وما ترصده الشاشات ونظر البشر إلينا أعظم من استشعارنا لنظر الله واطلاعه؟ وقد قال بعض السلف: يوصي من يعز عليه: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، لا يكون في حسبانك أن الله وأنت تعلم أنه يراك فلا تبالي، فكأنك عياذا بالله جعلت الله أهون الناظرين إليك. وإذا بك والله في الخلوات وفي الجلوات، إذا أقفلت الباب وأرخيت الستر، إن كنت وحدك وانفردت وأظلمت الأماكن من حولك وليس بينك وبين المعصية إلا أن تقدم عليها، فتذكرت أن الله معك وأن الله يراك، والله لتنزعن من قلبك كل قوى الخطيئة ودوافع الشر ومداخل الشيطان، وأنت تعتصم بقوة اتصالك بالله وإيمانك به وعلمك. يوسف عليه السلام: أقبلت امرأة العزيز راودته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تدري إلى أين لجأ يوسف عليه السلام؟ لجأ إلى معاذ الله، فكانت هي الملتجأ، كانت هي المعتصم، كانت هي المخرج، كانت هي النجاة. في المرة الثانية لما اجتمعت النسوة وتآمرت المكيدة قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. انظر إلى الجواب: فاستجاب له ربه لما علم أن له ربا يحوطه ينصره يثبته. تأتي المخارج وتفتح الأبواب للنجاة. عبد الله، أصدق مع الله في علاقتك وقوي ثقتك بربك، واجعل رقابتك لربك وعلمك بأنه سبحانه مطلع سميع بصير أقوى في قلبك من كل شيء، والله لتصلحن الحياة.
ولن تكون الدائرة مقتصرة على وظيفتك وعملك ومهمتك ومكانتك، لا والله، بل هي أعظم من ذلك كله، ستكون شأنك في الحياة أجمع. اسمع إلى ما يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تفسير أضواء البيان، وهو يقرب لنا معنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول رحمة الله عليه: اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظاً أكبر ولا زاجراً أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن. كان يتكلم على آية سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك، يعني ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن الله ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظاً أكبر ولا زاجراً أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. قال: وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكاً، وتأمل المثال حتى تقترب لك الصورة، قال: لو افترضنا أن ملكاً قتالاً للرجال، سفاكاً للدماء، شديد البطش والنكال، على من انتهك حرمته ظلماً، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط، النطع كان بساط الجلد الذي يقتل عليه المقتول قصاصاً بالسيف، يقول: السياف قائم على رأسه والنطع مبسوط بين يديه للقتل، والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته. اسمع إلى المثال، قال: فهل ترى أن أحداً من الحاضرين يهتم بريبة أو حرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه وقد سمعت وصفه: بطاش سفاك للدماء والسيف بين يديه والنطع وهو يقطر دماً وأزواجه وبناته وجواريه حوله، هل تظن، يقول، أن أحد الحاضرين يتجرأ على أن يهم بريبة بنظرة بحرام إلى بعض أزواجه وبناته وجواريه وهن حوله؟ يقول: هل تظن أحداً يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ قال: لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، خوفاً من بطش ذلك الملك. ولا شك، يقول رحمه الله: ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وأنه مطلع على كل ما يقول ويفعل وما ينوي، لان قلبه وخشي لله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا. اقتربت الصورة لتقارن بمثال محسوس، لكن حسبك أن علمك بأن الله معك، فإن لم تكن تراه لأنك في الدنيا ولن ترى رب العزة والجلال، فحسبك أن تكتفي بملء قلبك أن الله يراك. عندما يأتي الشيطان مزينا لأحدنا شيئا من الخطأ والتقصير، إن كان في عبادة أو في ترك واجب أو في التعدي على حرام، وإن كنا في الوظائف والأعمال بالتقصير والتفريط، أو ما يتعلق بما هو أعظم، إلى خيانة، إلى غش، إلى تزوير، إلى شيء مما قد يستزيد به الشيطان بعض النفوس الضعيفة، وفي لحظات ضعف قد ينحني بعضنا لتلك الوساوس ويستجيب لتلك الخطرات. صدقوني والله الذي لا إله إلا هو، ليست كاميرات المراقبة ولا مسؤول المتابعة ولا المدير الشديد ولا الإدارة الحازمة، والله لن تكون أقوى ولا أعظم ردعاً في نزعك وإيقافك عن الانجراف إلى تلك المهاوي والانحدار
في تلك الخنادق ليس شيء أعظم من استشعارك أن الله فوق رأسك وأنه مطلع عليك، فتقول حاشا لله وتكف عن الحرام. وإذا بك تنصرف في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، أحدهم ببر والديه، والثاني بعفته عن الحرام، والثالث بأداء الأمانة إلى أجيره الذي استعمله. قال الذي عف عن الحرام: اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم ذات جمال وهي أحب ما تكون إلى قلبي، ولقد راودتها عن نفسها فامتنعت، حتى إذا كانت سنة وأصابتها حاجة أقبلت تقترض، فأخبرها بالمراودة، لن يعطيها المال حتى تمكنه من نفسها، فاستجابت للحاجة. يقول: حتى إذا قعدت بين رجليها كما يفعل الرجل بزوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال: قمت عنها وانصرفت وتركت لها المال، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم. بالله عليكم، هذا الذي ما كان بينه وبين الوقوع في الحرام إلا خطوة، بل هو لما وصل إلى الخطوة الأخيرة كان الرجوع عن الحرام أصعب ما يكون وكان أشد ما يكون. بالله أي قوة امتلكها حتى يكف عن الحرام في آخر خطوة ويرجع عنه في آخر لحظة؟ والله ليس شيء أعظم ولا أقوى من هذا الدواء، استشعار أن الله معك وأن الله مراقبك وأنه فوقك مطلع سميع بصير. إحياء هذا المعنى أيها الإخوة الكرام في نفوسنا وتربية الناشئة عليها تحت أيدينا، أزواجنا، أولادنا، من في بيوتنا القريب والبعيد، من شأنه والله أن يبث الصلاح والإصلاح في أنفسنا، في بيوتنا، في وظائفنا، في أعمالنا. همسة لكل موظف مؤتمن ساق الله له رزقاً وجعل له مالاً حلالاً في مقابل عمل يؤديه ووقت يحضر فيه ومهمة يؤديها وينجزها وأعمال هو مكلف بها. الرسالة تقول في همسة واضحة: عبد الله، أحيي هذا المعنى الجليل في قلبك، وهو أنه سبحانه وتعالى يراك، ولست بحاجة إلى سؤال سائل أو متابعة متابع أو مراقبة رقيب أو محاسبة محاسب، وقد علمت أن الله معك. عاش أقوام أبرأوا ذممهم وأدوا بإخلاص أعمالهم وقضوا نحبهم وأقبلوا إلى ربهم حيث لم يكن رقيب ولا حسيب ولا متابع ولا سائل، لما أحيوا هذا المعنى في قلوبهم. واحتالت فئات أخرى واحتال أقوام آخرون رغم وجود الأنظمة الصارمة والرقابة والمتابعة، فإن الشيطان لن يعدم حيلة ولا التفافا ولا مخارج ملتوية ذات اليمين وذات الشمال، وسيبقى المستقيم على صفاء وطهر يحاسب الله قبل أن يحاسب المسؤول والمتابع والرقيب. إحياء هذا المعنى يا كرام مطلب شرعي عظيم وأصل كبير، سبق لكم سماع بعض ما جاء فيه من نصوص شرعية وأقوال أهل العلم، وهو أيضاً مع ذلك مطلب نظامي تسعى إليه الأنظمة والأجهزة والمؤسسات، وما زالت الدولة وفقها الله تحث وتحرص وتؤكد على نهوض جميع العاملين فيها، مسؤولين ومراتب متعددة، رؤساء ومرؤوسين وأتباع ومتبوعين وقيادات وأفرادا، كلها تؤكد على القيام بهذا الواجب والنهوض بهذه الأمانة ومحاولة إبراء الذمم بأداء ما تستطيع من أجل النهوض برسالة مشرقة تنبئ أن أمة اكتسبت من حضارتها ورقيها من شريعة ربها ما تسمو به وتزكو، ما تطهر به وترتفع، ما تشرف به بين الأنام. كانت هذه كلمات لإحياء هذا المعنى وهو موجود في قلب كل مسلم ومسلمة، إلا أن التأكيد عليه وإحياء المعنى ولفت الأنظار إليه مما يحتاج إلى تجديد العهد به بين الحين والحين. فنسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح علينا فتحا مبينا
وأن ترزقنا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فهما سديدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل إلهي ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح نياتنا وأقوالنا وأعمالنا، وطهر ربنا قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك ربنا من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اصرف عنا إلهنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.